أيضا من الأحاديث التي أنكرها وهي في صحيح البخاري حديث الذبابة، حديث الذبابة وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في ناحدكم فليغمسه ثم ليخرجه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. عدنان إبراهيم قال هذه قضية، قال طبعا في أشياء نحن عرضناها بس نماذج، وفي أشياء ما عرضناها لطول الأمر، زود عنده أباطيل آلاف عشرات الآلاف من الكفريات والبدع والضلالات. فنجيب كلامه ونرد عليه، قال دي قضية، قالوا ما يجوز إنه نثرب على الناس لأنهم لم يأخذوا بالطب النبوي أو لم يجروا عليه فحوصا وتجارب. يعني قال الزول ما بيؤمن بالحديث أنت ما تعنف عليه، لأنه ما أجرى على هذه المسألة، قال فحوص، ما عمل فحص للمسألة دي ودخل ضبانة ومرق ضبانة، عشان كده قال لو زول أنكروا ما تثرب عليه، ما تنكر عليه. يعني هذا قضية دنيوية، هذه قضية دنيوية، فلا بد أن نلتفت إلى هذا. إذن لا يجوز أن نثرب على الناس ولا أن نعظم عليهم النكير لأنهم لم يأخذوا بشيء من الطب النبوي أو أجروا عليه فحوصا وتجاريب. هذا الحديث من باب طبه، من باب طبه، وقد كان الزاد، وقد كان الزاد في وقته وعصره قليلا. أشرنا إلى أن في الحديث مغمزا على أنه في البخاري، لكن القضية أصبحت إيه؟ واضحة، ليس البخاري منزلا، ما في مشكلة، في البخاري والحديث متفرد به، فيه فرادة، فيه غرابة، الحديث أقرب إلى أن يكون ضعيفا، أقرب إلى أن يكون ضعيفا. على كل حال، لكن هذا الحديث في الصحيح أيها الإخوة فيه ناحية لا تكون عن تجربة ولا عن شأن معتاد، وإنما عن وحي. من أين عرف عليه الصلاة والسلام أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ مستحيل أن إيه الميكروبولوجي العربي الجاهلي كان متطورا بحيث عرفوا هذه الحقيقة، مستحيل، مستحيل أن إيه الميكروبولوجي العربي الجاهلي كان متطورا بحيث عرفوا هذه الحقيقة، مستحيل. وأيضا من الأباطيل التي قالها، قال هذا الحديث إن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قاله في عصر الزاد فيه قليل جدا، قال الأكل كان فيه بسيط، عشان كده قال لهم إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان غالبه يقول وهذا خاص بزمننا الأكل اللي فيه بسيط، صح ولا ما صح؟ كان يقول هذا خاص ولا ما كده؟ وأصله لو الحديث خاص كل الدين ذاته خاص، لو أصله بهذا الفهم، ده فهم سقيم وفهم مريض. ثم إنه العلة اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بترد عليه، هو قال يغمسه ثم ليخرجه لأن في أحد جناحيه الدواء في الآخر الدواء، فده كلام باطل، ما قال العلة هي إنه الأكل بسيط وكذا وكذا. طيب، وقال إن ثبت هذا تجريبيا، يعني حديثه ما بيثبت إنه عن الرسول إلا شنو يا جماعة؟ يجربوا يعملوا له فحص، يجيبوا ضبان يدخلوه ويمرقوه وكذا. قال فهذا من باب إنه رسول من عند الله، ده إذا جربناه تحت المجهر مثلا ولقينا صح، بعد ذلك بنقول ده رسول الله فعلا. قال أنه رسول من عند الله. قال نحن نريد أن يحكم الأمر في الدوائر العلمية على مستوى العالم ويعترف به، يعني حتى بعد ذلك شنو نعترف به، يعني زول مجرم، زول ضال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذبابة إذا وقعت تدخيلها تاني، إذا دارت تأكل الأكل تاني أو تشرب الشراب تاني، فإن في أحد جناحيه الدواء وفي الآخر الدواء، ما في حاجة اسمه نجربه وما نجرب، الرسول قال كده، الموضوع انتهى، لأنه ربنا قال وما ينطق عن الهوى. وده من الأدلة الواضحة اللي بتوريك أنه عدنان إبراهيم ده لا يؤمن برسول الله أصلا ولا يؤمن بالله أصلا أساسا، ده المجرم. وده ما الحديث براه والنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الطب النبوي بس، حديث كثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكمأة ماؤها شفاء للعين، النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتحلوا بالإثمد المروح أو بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث كثيرة جدا في الطب، قال عليكم بالحجامة، مش كده؟ وقال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد عليك بي الحجامة، وده طب نبوي. ولما جاءه رجل قال إن أخي استطلق بطنه، قال أسقه عسلا فسقاه، ثم زاد، ثم أتى فقال زاد يا رسول الله، قال أسقه عسلا، في الثالثة قال صدق الله.
حيث يقول فيه شفاء للناس. صدق الله وكذبت بطن أخيك أسقه عسلا. سقاه بقى كويس طوال. والعلماء قالوا بالثلاث مرات كان بيزيد الإسهال لأنه كان بينظف له البطن، فهو وقاية وهو شنو؟ علاج. العسل، عسل النحل، بنص القرآن وبنص السنة. ودي كلها، ده كله طب ذكر في القرآن وذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا العلم، وانت زعلان ليه؟ ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا يعلم اللي بيصلح الزول من ما بيصلحه، اللي بيعالجه اللي ما بيعالجك. عشان كده صحح الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الطبيب، إن الله هو الطبيب. وقال الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفيك. ربنا يعلم أشيل بيشفيك وأشيل فيه الدواء، الداء وأشيل فيه الدواء. فما حاجة اسمه إلا يثبتوا في الدوائر العلمية على مستوى العالم. ده استخفاف من عدنان إبراهيم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبكلام الله تعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسخرية بس. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.